أمس عرضنا تقرير عن حديقة الزهرة والتكسير والبوق، مو بس حديقة الزهرة، قاعد نلاحظ كثير من الحدائق يعني قاعد تنهب وتدمر. يعني دور الهيئة العامة للزراعة تضع الحراسة، وأيضا دور المجتمع، يعني المجتمع لما يحط الحديقة لخدمة المواطنين، مو يون. وأنا أمس قلت يعني اللي كسروا هالحديقة قليلين أدب، يعني إنك توصل تكسر بيتك، الحديقة تعتبر بيتك. لكن اليوم عندنا مداخلة مع المهندس غانم السند، نائب المدير العام لشؤون الزراعات التجميلية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وراح يكون يعلق لنا عن تلفيات حديقة الزهرة. مهندس غانم، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، يطول بعمرك. تشرف التواصل معك اخوي بشمهندس. الله يخليك يا هلا فيك. امس عرضنا حديقه زهره والتلفيات اللي صارت فيها، فما تعليق مهندس غانم؟ طبعا خلينا نتكلم في البدايه بشكل عام عن الحدائق العامه في دوله الكويت. طبعا الحدائق العامه في دوله الكويت هي من اختصاص الهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه. اعددنا العديد من الحدائق وتم تطويرها بشكل كبير عن طريق ألعاب الأطفال، الملاعب، تطوير المرافق العامة فيها. صحيح. ولكن للأسف مثل ما تفضلت أن هناك نقص في الثقافة المجتمعية. صحيح. من بعض الشباب. صحيح. ما نتكلم عن الكل، لأن بالأساس المرافق ما وجدت إلا لهم، ولكن عملية التخريب المتعمد وكأن الشباب في حالة حرب مع هذه المنشآت. صحيح. حديقة الزهرة طبعا هي عبارة عن مجموعة حدائق تم إنشائها في الفترة الأخيرة، خمس حدائق في منطقة الزهراء. طبعا لم يتم استلامها حتى تاريخها من المقاول. طبعا بناء على هذا فإن مسؤولية صيانة ومتابعة وحراسة الحدائق في منطقة الزهرة تقع على المقاول. بعد عمليات الإتلاف وطبعا قبل عمليات الإتلاف كان هناك متابعة من الشباب الكويتي اللي يعمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. على فكرة احنا نتكلم عن قطاع الزراعة التجميلية، تقريبا أكثر من 95% من العاملين في القطاع هو من الشباب الكويتي. نعم. المقاول هي مسؤوليته حراسة ومتابعة وكذلك الإصلاح مرة ومرتين وثلاثة على حسب بنود العمل. ممتاز. يعني اليوم تقع المسؤولية على المقاول يوفر الحراسة ويوفر ويقوم بالإصلاحات على التلفيات اللي صارت في جميع عقودنا، سواء الحدائق الجديدة اللي لم يتم استلامها حتى تاريخها أو حتى الحدائق العامة القديمة الموجودة على مختلف مناطق دولة الكويت. المقاول اللي يمسك عملية الصيانة هي مسؤولية توفير الحراسة على مدار الـ 24 ساعة وكذلك عملية الصيانة. زين، وين لكن عفوا المهندس غانم، بس لحظة، هني وين الحراسة اللي تمت على وين المقاول؟ هي تقاعس ما وفر الحماية المطلوبة. أنا بيني وبين المقاول العقد، وطبقنا بنود العقد على المقاول. نعم. عن طريق إعادة صيانة ما تم إتلافه، ومثل ما احنا سمعنا في الفيديو اللي عرض أمس أن هذه مو أول مرة، معناته الشخص اللي قاعد يتكلم هو أحد الصاف التابعين للمقاول واللي صلح مرة ومرتين وراح يصلح لغاية ما يتم استلام الحدائق. ممتاز. ممتاز. من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبالتالي تسليمها لمقاول الخاص في منطقة الفروانية. ممتاز. ممتاز. أنا شاكر لك مهندس غانم السند على هذه المداخلة وهذا التوضيح، وأتمنى الاستمرار التعاون بيني وبينكم للصالح العام إن شاء الله. أكيد أكيد. تسلم. احنا على دم استعداد لأي تسلم. مداخلة أو أي تعاون، وبإذن الله راح نتواصل وياك مهندس غانم بإذن الله. شكرا. شكرا على هذا التوضيح. شكرا على هذا التوضيح. جتني رسالة.